بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعطيك الصحة أخونا الهواري على اللي رديت لنا على الميساج. هو والد الطفل سي يوسف عبد اللطيف، الله يحفظه ويبارك فيه. وهو هنا الطفل نتاعنا إلياس بالليلي، يوسف إلياس بالليلي، الله يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله. إن شاء الله يوصل الميساج تاعنا ليوسف بالليلي كما كان فيه الخير علينا في الماتش تاع المغرب والجزائر، على العلم أنه الضنايا ما كانتش كاينة لمدة 4 سنوات. كيف ولنا على يوسف بالليلي، جاب ربي الخير تاعه وزاد الطفل بعد شهر من هذيك المباراة، وسمينا عليه يوسف إلياس بالليلي، الله يحفظه ويبارك فيه. ها هو الطفل، الله يطول في عمره إن شاء الله. نتمنى يوسف بالليلي يشوف الفيديو هذا، ونتمنى نتلاقوا به في أقرب فرصة شوفوا إن شاء الله، الله يحفظه ويبارك فيه. يعطيكم آه الصحة نعم وهو الليفرين.